هنفتح المزاد على عدد نادر لمجله نيكي. هنبتدي ب 10000 جنيه. ايه ده؟ المجله بتاعت العيال دي ب 10000 جنيه؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم 11000 جنيه. 11000 جنيه عند فريده هانم. مين يزود؟ مش قلت لكم؟ ما انا قلت لكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلت لنا. 11500 جنيه. 11500 عند الاستاذه؟ اهو، مش قلت لكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى؟ نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11500 جنيه. 12000 جنيه. 12000 جنيه عند فريده يا نانا. طب بقول لكم ايه؟ يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا. 20000 جنيه. 20000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20000 جنيه ايه؟ هتجيبهم منين؟ مش مشكله، هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني. لا بص، ساعة الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت هادي يعني؟ وانت هتشتريه؟ اسكت. 20000 جنيه. الهونا الادوي. 20500 جنيه. 20500 عند فريده هانم. يا جماعه فريده هانم دي لقطه، انا لازم ابيع لها اي حاجه. انا هروح اديها الشال ده واقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30000 جنيه. مش مشكله، هبيع الجزامه. ايه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، انت بتنط بال 10000 على طول؟ اصل انا اول مره احضر مزاد والجو عجبني بصراحه، وانا ما بحبش حد يعلي عليا. 30000 جنيه عند الكابتن. 30100 جنيه. 30100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30120 جنيه. 30121 جنيه. 30121 ونص. 30121 جنيه و75 قرش و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30125 جنيه. 75000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكلة، هو اللي غزني ووترني. هبقى بيع العربية. 75000 جنيه عند الكابتن؟ 75000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يابا. 75500 جنيه. 75500؟ 75500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي؟ لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن أنا مالي أصلا؟ هو جد أنا ولا جدك أنت؟ ألونا ألدوي. 180000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150000 جنيه. 150000 جنيه عند الفنان أحمد فهمي. 150000 جنيه. ألونا ألدوي على تري. مبروك يا فنان. أنا دايما بقول إن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في أفلامي بهتم بتتر البداية وتتر النهاية. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال أي حاجة، بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجله بكميه الفلوس دي. يكونش يا جماعه احمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. ايه الثقه دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفه من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه، وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا، موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص، الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد، معلش معلش، ثانيه واحده بس من وقتك، ثانيه واحده. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك، انا موضوع النقد ده إيه اللي انت بتعمله ده يا فنان؟ وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي الشحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك، فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدوا لكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش، احنا كده كده على الهوا يعني، مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران، رحت خساره من القناه التاسعه السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها.
ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجلة ميكي؟ لا هي الحقيقة المجلة دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هدية اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رأيي كنت ممكن تديله 150 الف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجلة دي. لا لا لا، هي الفكرة مش في الفلوس، يعني القيمة مش في الفلوس، القيمة في المجلة ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجلة ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابة القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجلة ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مرة شافني. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ، او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. اي يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما تكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح وهتتكلمي. ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا موت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا معرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي مينهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكو اي موتوني. الحقيقة يا شريان خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الرحاني. اسمعك اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعاده الباشا هو كله ضرب ضرب، امال فرج فين؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسألوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهين ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها بس انت عارفه مفيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، معرفش ما بقوش يجيبوه ليه. سيف إيه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانيه مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وابويا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله ما عملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. لا بس
كله بجد بمصحف. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا مكرد. بلدينا ايه بس؟ على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزيني بركات. صعب على سنك. قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. امر. ممكن اطلب طلب؟ امر. ممكن يبقوا ثلاثة؟ انت طماع. كداب وصريح وطماع. والله بقى والنبي. خليهم ثلاثة. خد بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة انت مش هتستحمل ثلاثة. مش مهم اولع. مش مهم. هموت. انا المشكلة بس انا عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلا. خرجوا من إيه؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين إيه؟ خرجوا من البيت، أصل أبوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متأخر. أبوهم حبسهم يعني؟ بس اطمن أبوهم مات. مات؟ ما هو عارف بقى بناته بيعملوا إيه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا خلمه. بكام بقى دول؟ دول تلاتة يبقى 3000 دولار. هم أجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هدي لك، بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في أمريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. ماشي تطلب تمام. تمام ان شاء الله. بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا مبقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة لا أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. ثانية واحدة ثانية واحدة. بقولك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. بس إحنا يعني تمام. لا مليناها مليناها. شيكو عايز إيه؟ ما تتأخريش بقى. ماشي يا الله سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. يلا تبقى طب بنجيبه ايه؟ مليطه بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شمرت. فراخ شمرت؟ دي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. مغريه قوي قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي محتاج عشان انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا نحلين وقبري. طب هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا. فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا انا عارف طريق الفلوس. لا خلاص. عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه؟ رايك حلو جدا. مرسوم والله العظيم. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم نشغل لك. حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه تتفرج على ايه؟ اي حاجه. اي حاجه لو انا بسالك. اباحيه. حاجه اباحيه. هات حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في انت بتلبس الاخضر ومش عارف بيحصل لك ايه؟ بتجنن. اطلع يلا هات الفلوس. ماشي ماشي هات يا حاج. زود سلطات. زود يا حاج. ولا هاني. بقول لك ايه، صاحبك ده عبيط قوي. ده فله. ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق. تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه معرفتك يالا هاني وانا ساعت الصياعه. طب اقول لك ايه، ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه؟ ما عملتش كده. لا عملت. انت كذاب. ايوه انا كده. انتوا كلكم كذابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصلحنا اصحاب بنمشي مع بعض على طول. معقولة نجيب باشا حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحلة خطر قوي. والله يا فندم والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضية دي قد ايه. انا وصلت لحاجة هتوصلنا للعصابة. قشطة 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 قشطة. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصورة دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي،
شوفوه جاب ال 150 ألف جنيه دي منين، مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس يا فندم. بص ورا احمد فهمي. ابص ورا ازاي يا ابني؟ ده في الصوره نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنه الجايه مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابه مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحه، بس هو وصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه يا فندم؟ احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اتفضل اعطي مني الدور. ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيلة ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شريهان انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه، احمد فهمي اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سنة طيبة. ولا يهمك ولا يهمك. اهلا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا. مرسيه مرسيه جدا. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحي الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوه عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما انا تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الجنون دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هكون رقم كام؟ رقم. أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني الا اني اسمها اني ما انا 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 الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه 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 ايوه. طب ما تقول له ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هديه من امنا الشيخه نعسانه، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة. كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير، تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. خويي تشيك مع المدير. تشيك تشيك. هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم ناس. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحين رقم. نعم نعم. المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف تشوف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير، وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي أعدي خي. يا أخي خد علاج. أعدي. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ أسلحك. وينو؟ أسلحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسماء يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم تخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. اين الجوال؟ منك لله يا شيخ بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي. انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو. البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادي خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقش؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانا عطشانة يا الفراشة البيئة دي. ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه اديت حشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك هو انت. معلش معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا التلاته. عملنا كوي بيست. شيرين. عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب اديه بقى لحسن يعرفني ايه اللي جابه ده. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته ده ده وقته. الو يا شوش. أيض يا هاني بقولك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟
ضحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض، ما كل مره بيقولوا كده. ياض ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقولك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس. بوكسس. انا اتغيرت، انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذة، تليفون. عايزين نخلص بقى. الو، بقولك ايه، خلي بالك نيلي وشريانة هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. معاك بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطرة. سيطرة ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى ابو الدهب بيه. الله، هو كل شوية شتيمة شتيمة، مفيش حد ولا سكرية. مع السلامة ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذة يعني مزنوق. مع السلامة، مع السلامة. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت، يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح؟ افتح يا جماعه، انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط، فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تغلطوناش بقى، خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره. انا دوري، لو حد جه هخبط واجري. ايه المعياله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري، تجري تخبط على الباب التاني وتجري، والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. انت كنت بتعمل كده؟ ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم. انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري؟ لا، انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. كنت انت اللي بتلبسها. ايوه، كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحب انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. ايوه. واجيب بوسمان صلب كده واجرع بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه. مجرم، مجرم. خلاص بقى، خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا، اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده؟ فتح فعلا الباب. ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيكو الحديد ابو جنزير يعني؟ ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا. يلا تعالى بس. اوبا، شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اوضه الاجه. الواحد بقى ايه، يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. صح. ايوه ايوه، عشان احنا نلاقي الحاجه. صح، امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي، عندك حق. بتعمل ايه؟ ايسو يا رب يطلع على قد. يا رب على قد. ايه ده، تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله، والله انت واد جدع. خد ده بقى، اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده، اديه لمحسن. الاصفر حلو. انا عارف دماغكو، بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ انا بنسى اصل. معلش، شيل دول هنا ودول هنا، فكرني بيهم. ماشي. ايه ده؟ ايه
ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هم التلاته. ايوه هم التلاته عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقره او حاجه. اوه يلبسوها وانت عارف. او ده بتاع شيكو بس على فكره. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساومه عليه ده. ولا هاني ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه. بس حاجات حلوه بقى. ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون. عايزين نخلص بقى. الو بقول لك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. معاك بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه شتيمه شتيمه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه. مع السلامه يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت، يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط، فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه، سلكوا العدد، وانا هقف لكم بره. انا دول لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده، وتجري تجري تخبط على الباب التاني، وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس في العيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس، صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك عالم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. ايوه واجيب بوسمان صلب كده واجرع بيه عربيات ناس كده. كنت مؤذي. ايوه مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده يطلع نار جامده جدا، اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده؟ فتح فعلا الباب. ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكو الحديد ابو جنزير يعني؟ ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا. يلا تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه الاجه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. اه صح. ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح. امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. بتعمل ايه؟ ايسو يا رب يطلع على قد. يا رب على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هلبس اخضر. طب خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكم.
بس انت تعرف خلي محسن منين؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصلا معلش. شيل دول هنا ودول هنا، فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيفكر او حاجة. اوه يلبسوها قوي تعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني. ايه؟ بص ده بقى يكبرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه بس حاجات حلوه. انا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده، وبشكره اكتر لانه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديده. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكرة اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرينا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي، اتربينا سوا، لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبيه او واسطه عشان ابن صاحب القناه. انا بقول لكم لا خالص، والله العظيم والله العظيم كمان مره، لا واسطه ولا محسوبيه. استغفر الله العظيم يا رب على حفنات الكذب دي. كان فيها اسامي كبيره جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج، زي أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ معتز الدمرداش، أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص أقفل إيدي. حاضر يا باشا حاضر، قدامك هجيبها من الأوضة بسرعة بس وأجي. الحقيقة شريهان ده هيطلع الأوضة. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ أكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي، الهم مكبب على بابي. وبابي أنا كمان. هنعمل إيه؟ مش عارفة، بس ده ما ينفعش يطلع، لازم نثبته هنا. أنا هتصرف، تعالي. أحمد فهمي. إزيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 minutes؟ معلش أنا لازم أطلع الأوضة بسرعة عشان أجيب حاجة وهنزل على طول. لا ده هما 5 دقايق، مش هناخد من وقتك كتير. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكوا دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمة ايه؟ الفهموية. يعني رابطة محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا، انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي طب امسك انت اطلع خلاص. مش مشكله، انا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك؟ انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. سعاده البيه على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش ال5 دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني، انا هخليك تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني، بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك، انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه، بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. جهازها حلو على ما قدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟
تعالي. مش لا اي حاجه. وانت هتفضل نايم كده سيبني ادور لوحدي. مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعه. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعه واماكن منخفضه واماكن سياحيه، كل حاجه فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا. مش كسل يا ابني، مش كسل، ده هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم بجد مش قادر. انت مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب اتنين مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك. النور هيعمي عينيك. مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القتة يا هاني. مين يا ابني ما عندوش فوبيا من القتة؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس. انا محضر لكم مفاجأة. الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص، والله العظيم، والله العظيم كمان مرة انا معطلهم عن التور بتاعهم في امريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه، احنا في السويد بتاعه. طب روح الهيل. الهيل ساد. قدم له حاجه، اتكلم عليه. قدم له ايه؟ نايل على عينك، انا هتصرف. روح روح.
قتلته، قتلت احمد فهمي يا علي، يا علي قتلته يا ابني المجنون. عملت ايه؟ قتلت احمد فهمي. ليه عايز تمثل؟ همثل ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه، روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. مش عليا الزفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضه موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضه من البرده. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام يا ابو الدهب. ايه جاد عادة ضح؟ لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جاد عادة ضح. ايه يعني انزلك شجر بجرايد؟ لا يعني ما اقصدش يا ابو الدهب. ايه بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عينيا ليك يا ضح. غريبه انت وافقت كده على طول يا ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي. بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. انا والله اطلع. حاضر حاضر يا ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي يا ابو الدهب. ايه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيلي وشرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ ده عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. هاني مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميدة. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام. قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الأوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الأوتيل. سايبينه في الأوتيل؟
يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طلع بدورين ولا ايه؟ اي حرام عليكم حرام عليكم، سيبوا نعيش، عيش فينه، بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول الحصص؟ تن ترارارن تن تن. ده الخليل كوميدي. اه طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيني. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل 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 وطحين. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطتي أنا، قطتي ولا قطتي؟ تن ترارار تن تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة، الراجل ده عارف شكلنا، لو سبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا لا، ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا أقول لكم فوازير. يلا. أو ممكن أقول لك فزورة حلوة يا صغيرة. ها عارف إن حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي قولي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلوه؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. اقول لك نكته حلوه كمان. بصي، مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. تن تن تن. اي خليل. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تن ترارارا تتت كده. قتلته البسمة، قتلته الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متلاقوش متلاقوش، أنا هكلم حد دلوقتي خلصنا من جثته. إيه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي ما تقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ يخرب بيتك، دول أكيد البوليس. حارس سوي البوليس؟ أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا يلا. لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك. خلوني خلوني معاه. خلوني يلا بسرعه. كيف على وشي؟ اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عيني يا روحي. لا بالراحة عليا. اهدي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحة عليا، ده انا متلصق. حاضر. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده. اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعيلنا البريلو وحمريلنا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده فيها همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا رهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقولك ايه؟ انتوا كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. نهار اسود. بوليس. حاضر حاضر. بقولك بوليس. ايوه افتح، انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي دي؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن يابا، بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم معرفه، دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما اديتناش فرصه. دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع لك بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابصها وانزل على طول، بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ انا خله خله في الملافله.
تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه، فيها ام سيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمراء سكسي بكتير عن شكلك العادي، والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا الثلاثه جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في المكتب وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنتي عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتباعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصورة اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صورة تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعباية كانت تبهرك كده تبهرك. شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفة، هو انا لما البس العباية غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطة بضراوة. وضعت مكافأة لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انا لا يمكن ابلغ عنكم ابدا. تبلغ عنك؟ يبقى انت حاطط في دماغك اللي انت تبلغ. لا لا انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه، العصابه الخطيره. خطيره ولا فطيره؟ تن ترارن تن تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحكمه. وكمان بابي؟ أنا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز أقول لك حاجة يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح إن الميول العدوانية تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتأصلة. أفكرك؟ لا لا اسمحي لي أفكرك. نيلي من فضلك ما تقاطعنيش. فاكرة في حفلة عيد ميلادك لما جبت لك الأستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوجلاس؟ ينفع؟ وبيغني أغنيته الجميلة يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا. يا جماعة بابي فهم غلط، أنا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. أيوة أكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وأبو يا بلحهم. معرفش مش فاكرة أنهي أغنية بالظبط. نيلي يا بنتي الهرب لا يفيد، وأنا أحسن مثال قدامك. حاولت الهرب كتير وفي الآخر ما تقفش. نيلي الجريمة لا تفيد. وحشتيني. يا جماعة يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى مترقبة. بالظبط، وما تنسوش إن الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني أي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول.
دول 50,000 جنيه. انت مثبت ليه في الخمسين الف جنيه يا هاني؟ النفس ضعيفة قوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق؟ ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. ايه بتشي يا صاحة، شفتي البدلة الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العباية السمرة بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والدبيضه حلوه، والدبيضه حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجة، كلمينا الديلر عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم فودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي تحقيق كده، احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين العيال اصحابك انت اللي مش عايز تقول؟ انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. انت عايز نصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم. سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر، حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم لو عرفت علقني بقى، ابقى علقني وريني بقى. اه علقك، علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم، انا بس هديك ظهري، انا اسف. ها حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل. بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسف في الاستخبص، بص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شريهين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شريهين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسف في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شريهين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شريهين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. ايه ده؟ هو منزل نغمات للجرس؟ استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما، هو هنلعب؟ يا جماعه اكيد البوليس قفش دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت، البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم، يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟
بقول لك ايه، تعال نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 لا، ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده، ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه، بيضحك روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه، دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غبي يا غبي، يخرب بيتك، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم، مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه، ما معروفه دي، ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على 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 السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حكايه الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي، يعني متعه بصراحه متعه. احكي. احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعه، في يوم قمري جميل كده، الشمس كانت متعامده على وش رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. ايوه والله العظيم كده، هوب فجاه رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان اذانا بقدوم الواد ميكي ابو الخير. فين بقى حكايه الاوضه السحريه؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل. يا ظهري يا بطني، الموت بيلعب، الحقوني. هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا، هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي، فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب، ايه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى تداري. حصل ايه؟ جولفودان هانم بقى بعد القرن ما طش، هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده، هم دي لحقوها. هوب وهم بيشيلوها كده، الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينه، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. راحوا شايلين له فاتحين اوضه، حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. يا سبحانه ما اعظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قال لك قبل كده يا أبو الدهب بيه، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فكوا خلي، يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله، طب ما أنت عرفت الأوضة المسحورة فين؟ ما تروح أنت. فين حتة الأوضة المسحورة؟ الله، ما أنت عارف هي فيلا أبو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغاية ما أخد الفلوس. لا لا مش رايح. مش رايح؟ أيوه. شغل السلك. طب يلا نمشي من هنا لاحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجله. ايوه ناخد المجله ازاي يعني؟ نخش يعني نضربهم وناخد المجله؟ خلاص يا جماعه سيبوا الموضوع ده عليا انا، تعالوا ورايا بسرعه. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني، ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه، احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل يوم اقتل حد يا هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبني. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا، رجلها بتوجعني. يا خليل قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟
انت انا هعمل معاك في ايه ولا ايه الحق اللي انت عملتيه ده؟ مش انت اي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري عم بنداري شو عم بنداري خير الله خير الله خير الله مين؟ انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي خير الله ما فيش حد اسمه خير الله عموما حاول ايه ده؟ صاحي انت لسه صاحي يا ضاحي؟ لسه صاحي مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النادي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت مش بالمسدس يا اخينا ايوه ما عند ربنا دي انتقمت انتقمت عامل لي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني تفوق عليك ها يا سيف فهمت حاجة؟ ولا أي حاجة طب هي القصة بتقول إيه؟ القصة بتقول إن دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي أم ميكي قفشه وحبسه في الأوضة السحرية وقال له هتفق معك اتفاق لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الأوضة السحرية ولو خسرت هسيبك محبوس فيها يعني إيه اللي حصل يا سيف مش فاهمة ميكي كسب دونجول وحبس دونجول؟ لا سابه ليه هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدرة يا سلام ميكي ده طلع ابن بلد بقى بس ياض انت وهو عم بندق نعم فهمت حاجة من القصة دي؟ والله العظيم ثلاثة ما أنا فاهم أي حاجة يعني أنا كل اللي أنا فاهم إن أنا عارف البيت وعارف الأوضة المشهورة وعارف كمان حكاية لعبة الشطرنج دي جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني وكان يختار الجيش الابيض يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود والله انا عندي حكايه قوي طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي وودينا عند بيت جده القديم وانا قلت لا تعالوا يلا اتفضلوا يلا يلا ايه ده انت جايبنا الاسم ليه يا عم بوندو؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا تقعد تقول لي بقى كان هنا كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا والله العظيم ثلاثة بيت جدكو كان هنا ازاي بس يا عم بوندو ده اسم ايوه قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو هو بصراحة مش بيت جدكو ده كان بيت جد جدكو وبعد كده كان فيه وقف الحكومة بقى رفعت قضية كسبت الوقف ده قلبته اسم يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة هيطلع لمؤاخذة اسم لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا شوفي سخرية القدر طب معلش يا عم بندق الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة أنهي أوضة؟ ايوه اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه هتعمل ايه هعسلكوا بقى الموضوع ده ياض هتتحبس يا سلام عليكم يا دفعه نعم يا سيدي والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي انت شارب حاجه ولا ايه لا يا عم شارب ايه خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا خد اتفضل ايه خير ليك حد في الحجز لا بس كنت عايز اعرف حاجه حاجه ايه دلوقتي الاسم ده في سلم صح صح تحت السلم بقى في اوضه الاوضه دي بتاعت ايه وتسال ليه لا اصلا انا كنت بدور على حاجه جار جديد وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحه انت هتستظرف يا خفيف يا عمي بنهزر معاك خد سيجاره تانيه ايه لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين انا بقول كده برضه انك متهرب عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده المبنى الملحق اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده بان عليه خفيف لا يا عم بنهزر معاك خد سيجاره ثالثه ايه طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه دي الحجز 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 تحب تخش لا اخش ايه لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله اتفضل يا بيه ماشي شكرا Thank you.
احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، دي كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين والتستر على مجرم كده. اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما راجلك الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا مبيات عندي؟ لا انا قلت لا. اذا عوزتوا اي حاجه بقى ايه بكلموني. ما احنا عايزينه وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق. خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانيه، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نروح في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا انا، عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان ايه؟ انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. الله طالب تتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا بردش. ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني يا ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ولا ده وقته؟ انا جوع. تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز؟ اه حظ ذكر. معلش بقى يا ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين يالا؟ على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكره ايه؟ بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام. جريني جريني حرامي. ما امشي معاك حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا لا لا، ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني. خد اسحبه ابو الدهب. انا هخش. استنى استنى، فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شوي. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحجز ابو الدهب. ابو الدهب ما تسيبنيش ابو الدهب. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عاليه قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا، جسمي كله متخشب. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس بس، في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده؟ بدل ما تشكروه، هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حتة قريبة بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادرة اجري. انا مهلك انا مهلك. اهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي؟ دي هتقوم تاكلنا. قذر المكان ده يا سيف، انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده؟ ايوه، كنت انزل ميدان روكسي واستنضاف لي ندفة حلوة كده. الندفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان الندفة ده، بس من فصيلة الثدييات.
فهمت. ايوه، اجيب بقى حيوان النتفه ده هنا ونبات بالثلاث ايام، نقعد في البيت الياباني اللي هناك دوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركه ديت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ايه رايك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم. لا حبيبي، انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد، احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه، هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا، يدخلونا الحجز، ندور براحتنا. شيري هنا حبيبتي، ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص، مش هينفع اهزقه. انت حمار يد، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش الاسم نطلع بطايق. شيري هنا حبيبتي، معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب، مش هينفع اهزقه. انت حلوف يد، طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل الاسم. شريهان، ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم؟ انت حماره يا شريهان؟ ستوبد. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت، او طقم ممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيع كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي، اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش الاسم على اساس ان هو ضابط، يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه الاسم. لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده؟ صح. طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا، موبايلي انسي، انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم، يعني ده موبايلي، طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرشر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبات في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا، دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ اوني انقذوني يا اهلي، مش عارف انا قلت عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر، كلنا نطينا، جسمي كله متخشف، هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقة الدولية؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني، بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمة انتوا بتتنططوا على ايه ده، بدل ما تشكروه. هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ فهلين ده مكان جميل، ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعة هنا وخميس وجمعة في الفستان. ما تفكرنيش بليز، انا كمان كنت بروح ويكند السخنة وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا، جنب الجيارة. ها يا جماعة قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حتة قريبة بليز، عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادرة اجري. انا مهلك، انا مهلك. مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني، ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي هتقوم تاكلنا؟ قذر المكان ده يا سيف، انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده؟ ايوه، كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان، النتفة ده بس من فصيلة السديات. فهمت. ايوه، اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالثلاث ايام،
نقعد في البيت الياباني اللي هناك دوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركة ديت وانت بتعمل لها كده. اه بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحب ايه، نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شوية؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي، انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد، احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العادية. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعة هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا، يدخلونا الحجز، ندور براحتنا. شيرين حبيبتي، ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه؟ انت حمار يد، عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش القسم نطلع بطايق. شيرين حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب مش هينفع اهزقه. انت حلوف يد، طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل القسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم؟ انت حماره يا شريهان ستوبد. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت، او طقم ممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيا كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش القسم على اساس ان هو ضابط، يا اما من لجنه حقوق الانسان. انت متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه القسم. لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم، يعني ده موبايلي، طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرشر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. مالك يا ابني ديك بتراش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجاه. يعني ايه مفاجاه يا ابني؟ احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسوش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عند اهلهم. ماشي؟ حلو. بس اخرهم 10 دقايق قبل ما اكل لقمه. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافه على الامه، وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسه بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. Viva España, alzad los brazos, hijos del Ebro español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar, el caminar del sol. وجيتك من آخر لبنان مسلوب الفكر وتمع
انا ما هاجيش توكان. وحضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش رايكس بوس باري يا بودوكا فارتنا ربوتي؟ زي خاف فاكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مامور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذني بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاس كاس بوري كرشا ميامانتي نويفو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاس كاس بوري يا خاتش بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا فيسكي. عينيا حاضر فهم عينيا يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. عينيا عينيا اجورتسي بامدوري وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب. هو انا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. اتفضل يا اساتذه. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. اتفضل يا فندم اتفضل. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين، اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيلز بيروز لا بوليسيه هنا امورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الاوضه اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت يا عم بندق، ما بيقولش الحاجه على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقده في المزمار. منشار. حلو المزمار مش مشكله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجه يا فندم؟ لا لا هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجال عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغروش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكاز جز بيز كورس فاري وي جو فينيش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانه ولا في العيد؟ ايه راي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الامم المتحده ان المساجين بتوعنا عايشين عيشه زي الفل. مأمورات دي اشتغالات. فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهاده لله يا فندم الكذب خيبه. اللي انت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهارده هم شويه البالونات عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنه وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كانه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا هاسيندا يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينه. ان شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جايه هنبني 3 حجوزات وكل حجز قدامه جنينه عشان اللي يحب يشوي وكده يعني.
المفروض ينقذن باخسن بس ما تريد سكتلي. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانة خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتأكد ان العدد مناسب للزنزانة. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزة بقى كمان في السجن عندنا يا فندم. احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. Listen to me. Listen to me. Stand up. بعد اذنكم يا رجالة هنطلع بره شوية عشان المقاسات بس. استنى 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 يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العدالة. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. We have to leave. يا سعادة البيه دول عصابة النجوم. عصابة نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الأمم المتحدة. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه. أمم متحدة ايه ونيلة ايه يا سعادة البيه؟ دول عصابة النجوم وانا حاسبة لساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه واهو. بتعمل ايه متخلف ديداني بجد؟ الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه وده فعلا اسمه هاني. حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه هاني في الزنزانه ده في ايده جراب جواه بقاب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحظه المأمور يا جماعه. بس هنا بس هنا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بيجي يلا. أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خديج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا أعمل معاك واجب بقى. أصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوة لطيف ملك وكتابة. ودي لزمايلك إصابة النجوم؟ ان شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنة سينما. ايوه احزق يا اختي. عمران ايه فضل العيال دي. حضر فضل فضل تمالي تعوية ايه يا اخويا. فضل خش يا حبيبي. فضل خش يا فضل. ليه يا عمران؟ ارجع انت يا عمران. ليه ادخل انت يا عمران؟ فضل جوه. هلكتهم كلهم. عمران ليه ليه يا عمران؟ هاتولي المعبور. ليه والنبي ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم. خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطه. كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني. بعينكم يا باشا. ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذه ما حدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري. ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي. هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم. ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي. رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه. وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنة سنة وتتنفخوا سنة سنة. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنة؟ ما تقطعش قول إن شاء الله. يا حضرة الضابط أنا عايزة أعترف على نفسي. أنا السبب في كل ده. أنا اللي رجرجتهم ورايا. رجرجتهم whatever ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. مين اللي أنت بتقولي إيه؟ أنت كده هتودي نفسك في داهية. بس يا سيف أنا المسؤولة حضرتك عن كل الحاجات دي. هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضرة الضابط هي المسؤولة عن كل حاجة. هي دي العقل المدبر. هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابة واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط هاني واطي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي سوري. سوري او وات ايفر. هتتنفخوا يعني هتتنفخوا وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنة. يا امين مغربي تعال خده. استنى استنى طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمة لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا. تاج وكل اللي انت عايزه. عينيا يلا خش خش خش. ايوه
حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. كارينا جميله حلوه، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ هما لحقوا يشيلوا البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. قاعد انت اهو تلاقي هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عامل يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى تلاقي حياة انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلب نفسه. يلا يقلب نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تصدق انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل. محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه و... اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده يا اختي؟ جميله عسل. أو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربية البستاج. طب يلا انت هو تلاح هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا يا مسهوكة يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا ضحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه ده ضاحي. ايوه يا معلم. حسين ونسي الجهاز معاك؟ والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك هاد. حاضر يا معلم حسين. انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا يا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك، رب عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ايه تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادلي يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين؟ هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي. فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. ما تقلي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه،
اتمسوا وقولوا يا ماسة مش عشان انا لابسه لكم التاييه ده بقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفراء اللي معاكي دي. نعم بقولك هزي انا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا بنت انت وهي وسعيلها وشغلوا المزيكا خلينا ننبسط. يلا يا شوية صباح هي الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود أسود. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الاب وعلى الام وعلى المشرحه. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجاله يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطه. موافقين؟ موافقين. ابدا يا معلم سيف. ابدا. ابدا. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجاله، كده بقى هننتقل للمستوى الاصعب، للمستوى الاخطر، للمستوى الاشرس. هنلعب عاميه. عاميه؟ ايوه. ابدا. ابدا. ابدا يا ام سيف. حاج سعيد انت اتنين بوسطن؟ ايوه. ماشي. انت واحده بالمونت انت. سيف. ماشي. ابدا. ابدا. ابيكا عاميه. ابيكا عاميه. ابيكا عاميه. أبيك عامية. 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 أبيك قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا وشيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ تعالى قاعد انت اهو اتلقح هنا.
حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه انت سمعت؟ ايوه انت لسه يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلحق انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في تانية هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك طالع اللي في جيبك. يلا امني طالع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميله عسل اهو كده، بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت هو اتخلع هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. طيب طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي يلا. يلا انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه ده ضاحي. ايوه يا معلم. حس ايه؟ ونفس الجزمة عاد. والله ما لحقت يا معلم، الفردة الواحدة قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني ألمع لك الفردة التانية. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم. حس ايه؟ أنا أسمع عن جزمة 40، جزمة 45، لكن 145 والله ما شفت. وأجي أمسك الفردة الأولانية ألاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. انت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهاردة انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك، رب عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين؟ هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد احرك. ما تلمي رجلك يا بيه، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه؟ اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسه لكم التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفينا يا اخي؟ انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو؟ احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم. بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا
عليا. صباح خالتي الحقيقه. يا خالتي هي الحفله دي معموله عليكو؟ يا نهار ابوكو اسود اسود اسود. دلوقتي هنبدا التحدي يا رجاله. ابدا يا معلم ضاحي. لا يبدا هو الاول. لا يبدا انت الاول. لا يبدا انت الاول. خلاص طالما انا اللي هبدا يبقى اللعب على الاب وعلى الام وعلى المشرحه. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجاله يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطه. موافقين؟ موافقين. ابدا يا معلم سيف. ابدا. ابدا. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجاله. كده بقى هننتقل للمستوى الاصعب، للمستوى الاخطر، للمستوى الاشرس. هنلعب عاميه. عاميه؟ ايوه. ابدا. ابدا. ابدا يا ام سيف. حاجه سعيد انت اتنين بوسطن؟ ايوه. ماشي. انت واحده بالليمون تاني. سيف. ماشي. ابدا. ابدا. ابيكا عاميه. ابيكا عاميه. ابيكا عاميه. أبيك عامية. 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 عامية عامية عامية. حطي عندك وخف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه؟ بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه؟ ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انت بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين. قاعدين؟ لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى ما عندناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا فين؟
مكتوب في القصة اللي في المجلة إن الفلوس موجودة في الأوضة السحرية اللي تحت السلم، يعني يا إما الأوضة دي يا إما الحجز بتاع الرجالة. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ أيوة يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيلة جده زمان. شوفي إزاي. ما تطلعي كده اشري هنا المجلة يمكن نفهم حاجة. يعني اللي أطلع المجلة ليه؟ ما معروف اللي فيها، ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الأوضة السحرية بس. إيه علاقة دونجل بالأوضة السحرية بالشطرنج؟ معرفش، ما أنا قاعدة معاكي زي الهبلة أهو. شيرين ايه؟ بصي على الارض كده. مالها بقى الارض يعني؟ ليه تقعدي تقولي لي معفنه ومطربه؟ مش وقت تناكة خالص. لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبيه، البلاط الابيض والاسود الشطرنج. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده، كل واحده واقفه في مكانها. طب نللي ما بدل الخوطه دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا، لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك، كرش ايه اسمه؟ كرش ملك whatever، لما عمل له كده قال له على مربع الملك، هذا المربع او كعكه في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن، جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طبيه، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكت. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله، بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 لا، حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. انا ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر اف. حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا اختي، انتوا وهي مستحملانكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل، اسفه. وانت يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انت. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا تعملي ايه؟ استني يا ولادي، بتعملي ايه؟ ما انت قلتي لي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة، اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطبية البيضة ياخد خطوتين. تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي.
مش رايحه حته. لا خلاص يا صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انت الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقفنا صباح يا جماعه. انا الكوين بتاعتكم. ايوه. شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ قعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. شريهين هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا مو سماح. اموري يا حبيبتي. معاكي حاجه يخشي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورزقك بقى. اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه. صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. ياكي. يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجه في حاجه. براحه براحه براحه. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا جدو يا خلص. لا لا يا جدو يا خلص. لا ثانك جود ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قعدنا. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضاربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي تعيش. خدي ولعها تاني كمان. يلا خالتي ام سامح. والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ هشوف لك. يا رب يخليك. المزرية دي ما بحبهاش. خد هاد الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جات لي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات. بص هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. تفضل. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خد. استنى. اشربي يا اختي بلانا بالشيفة. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي.
نشوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين، انا جت لي فكره فظيعه، خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانيه عشان انا عايزه ادور في الكشك بنفسي على حاجه. عينيا يا اختي. يلا على اذنك يا اختي. بدالي كل حته. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندنا، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فرقة، لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة، هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة، احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب، يفتحوا البيبان، يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية، بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض، ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة؟ إيه ده؟ إيه أنت تدخل ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يعني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنتوا شايفيني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو في انذار، مين اللي قالك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي، بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه، وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعة، ومش محتاج يضرب، كفاية الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص، هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس. ونجيب ميه. ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارنا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع لمواس. لا لا، مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس، مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش، ما عدى اسبوع. اه لا، ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي. ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتدبح. ايوه، رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضاحي، بس يا ضاحي، هي نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول. عشان اللي انت عايش. سيف صادق، ادي الحق اهو افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اوبر تسمع؟ لا، ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير. وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حسن؟ بص منه، هو جاي وفي عين الشر. يلا طهو اهو. 120 سنة. ايه يا 20 سنة؟ نيلي، عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط، فكرت بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب بيه
ابو تهبي ربنا يكرمك ابو تهبي. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. تفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكوا كلكم. اسفه ده يا عسل، انا كاعد دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباحا ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي اسفه على ايه، ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميني في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمارة غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ اه حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. آه شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه استحمى انضف اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتي. واعرفك ازاي انا ضحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزاحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتج. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكوا هناك. يلا تسعين جنيه بجول بورسعيد، سبعة جنيه ونص. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. سبعة جنيه ونص كده وسجق من على بركة الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ اه 20 جنيه جيلي كولا لماما لماما ميمي. يبقى كده 571. 571 جنيه. 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيلي انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت؟ انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجله مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا ايه؟ مش فاهم منك حاجه. انا هفهمك، احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله، وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه كانك قاعد في كارفور بالظبط. انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم، انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحنا هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ هو احنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، we're almost done. وبعدين بقولك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا اقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها
يا سلام. ايوه طبعا ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي. تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم. في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه. بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان ليه حكاية جميلة جدا جدا. حكاية طويلة قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويلة؟ مفيش حكاية قصيرة تقولها لنا ونخلص؟ الله خلص. الله في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص. معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحة. طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ ايوه طبعا موجود في المطبعة. وحضرتك تعرف المطبعة دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعة فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانية واحدة يا جماعة. عم بندق انت متأكد انك تعرف مكان المطبعة فين اكيد؟ ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجة تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم. وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله انتوا اللي قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه. عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم شوقي مش شوقي ازاي؟ انا مش هتكلم. كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا. احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ الله مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح الله يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكو مسألتوش عن المسودة على طول؟ انت سألتو عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين. اتفضل اتفضل بقى ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 من داري. انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصه حلوه قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصه دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام. انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط. بطوط ده كان ليه ثلاثه. الثلاثه دول ولاد اخوه الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان. لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه. اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض.
مش طايقين بعض على ايه؟ على لعبة صغيرة قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها وراح راسم خريطة وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبة. جي ميكي راح واخد اللعبة دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدود. اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا هو ايوه بنداري، انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده، ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصه حلوه قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصه دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خد برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط ده كان ليه ثلاثة، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه. اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبة. جي ميكي راح واخد اللعبة دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدودة. حلو قوي، حدودة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي، يمكن اهي. لا في الساعة مبندول.
ايه الساعة ام بنادول دي؟ مفيش أي حاجة هنا جوه ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعي وسعي. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تير، انا تخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش طمن. لا طمن طمن هاني. ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب أين كان اللي جوه؟ واضح إن هو حاجة صغيرة. بص يا جماعة، لو ما كانش أتليست حتة ألمازة قد كده يبقى إحنا اتخرب بيتنا. إيه ده؟ إيه الهبل ده؟ هات الهبل ده. استنى كده رجعها هاني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه إيه دي حصالة؟ هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس. ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من اتورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاتورا اللي هتحصل. يا رب. في حاجه؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على الأربعة يبقى 570، ويبقى أنا كده خدت حق يا جماعة، ويبقى فاضل لي جنيه وأنا مسامح فيه. يعني إحنا قاعدين ندور على كنز عشان في الآخر لا مؤاخذة يطلع جنيه ذهب؟ أه، ما أكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب يا جماعة استنوا يا جماعة، أكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله. جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض، وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا. بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم. انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجيهم من السجن. لا عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافة مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا اتغيرت. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي. اه حلال عليك. يعني جدكو ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييكا عمل لهم لعبه كبيره زي اللعبه الصغيره دي للثلاثه، واداها لهم مكافاه عشان حبهم لبعض.
الله، انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي. انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك، جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي. وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بالفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو زي ما يكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتاع والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز ولا ما سالتونيش على الفلوس ده؟ صح صح صح. ايه يا جماعه، في حاجه جوه. جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا عيني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه. ماشي، بس بقول لكم ايه، مين انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره؟ سيبوني انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي، تفتح مين؟ تعال بس كده. تفتح ايه؟ مش هعمل حاجه، هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. هات الشاكوش يا شوشو. حرام عليكم، حرام عليكم. اسمع بقى، فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
قوي مش مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه ونص وشي الشمال منمل وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت اهدى، مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه وان كوين ان از باك، وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده، انا بحب المودرن. تاني يا نيلي تاني رجعت للعجرفة دي تاني؟ سوري حبيبي انا اعيش معاك في اي داهية. انا بعرف اظبطك ازاي. شريف يا سوى يلا يا مامي يلا مرفلايت. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعة؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصورة. يلا ايه؟ العفو شريهان تعالي معايا بليز عايزة قاعدة للدريس. ماشي انا رايحة التواليت. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي وانا شريهان وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه اوكي.